زينة الزين بنت الفنان القدير أحمد الزين، بدي رحب فيكي عبر الـ LTV. مرسي، أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي. ثانك يو زينة. زينة، بداية نحن هون مدربة علاقات، صح؟ طيب شو اللي خلى زينة تسلك هذا الطريق؟ هيدي بترجع لسنة 2018. طيب أنا كنت روح عند دايتيشن يا أخت وصديقة مروة عديبة، وبنفس الوقت اللي اكتشفته أنا وعندها أنه هي مدربة للتنمية الذاتية بتعمل ورشات، بس أنا ما كنت فايتة بالموضوع أبدا، بس بعرف أنه أنا بروح لعندها بعمل دايت، نتحدث، ناخد ونعطي وبفل. في مرة كان عندها ورشة وأنا ماني منتبه أنه هي منتبهة لإلي، لشخصيتي، لطريقة حكية، فبتقلي زينة في عاملة ورشة هي البرمجة اللغوية العصبية، وانت من الاشخاص اللي ما بيمرق مرور كرام بحياه الاشخاص، فبدي اياكي تجي وتبلشي بهذا الكورس. وانا يعني يا غافل لك الله، ما فهمني شيء من شيء. فقلت لها شو هيدا؟ ما هيدا المهم. بلشت يعني بدايه مسيرتي، فيني اقول شخص اكتشفني، شافت هي شيء فيني انا ما شايفته بحالي اصلا، ومسكت بايدي لا خطيت الخطوات اللي لازمة. أوكي. ومن هونيك يعني انطلقنا. بس هونيك ما كنت مدربة علاقات، هونيك بس ادرس واتخصص. أوكي. وادرس واتخصص وقول it's not enough، بعد في شيء، لحد ما اتخصصت بالأكاديمية الدولية كمان للتنمية الذاتية لدكتور صلاح الراشد. خلصنا 3 سنين، رجعت قلت it's not enough. طيب انطلقنا، أول عميل كان لك بتتذكري أكيد؟ لا. كيف كنت ساعدتي؟ كيف رجعتي على البيت هيك؟ ويمكن هو قدمتي له المساعدة المطلوبة. ما كان في شخص بالبداية، لأقول لك ليش ما بتذكر، لأن أنا بالبداية لما خلصت قلت إنه أنا لمدة مدري قديه، يمكن أسبوعين، عملت فور فري. أوكي. فور فري للأشخاص أونلاين، بتذكر وقتها. وهي بس لأسبوعين، فكانوا كتار كتير، فما مذكرة مين أول حدا، بس هيك بتذكر أنا. بعدين بلشت بمكتب بدوحة عرمون، بعدين انتقلت من هونيكي على فيردان مع دكتور هادي صفا، ومن بعد من هونيكي يعني كمان حضني سنة كاملة، كان كمان له بصمة كتير كبيرة، يعني أول شي مروة، بعدين دكتور هادي صفا. بعدها كنت ميسرة معك، يعني في أشخاص مساعدين لك بهيدا الطريق، في تسخير كتير كبير من ربنا. هذا اللي دعاكي أنك تفوتي بهيدا المجال أكتر لتساعدي أشخاص؟ لا، هو أنا اللي خلاني فوت أول شيء ساعد الأشخاص، أنه أنا بدي أختصر أمور كتيرة مرقت أنا فيها. تعال نقول أنا بيسموني المكافحة. يعني أنا مرقت وخضت، وحتى لما بكون عم بعمل اونلاين مع الاشخاص بيبقوا عائلتي ميلة بعيدة، بس بقول لهم اللي عم اقول لكم اياه، انا ماني جاي معلقة الذهب بتمي، يعني 23 سنة انا خضت 90% من اللي انا عم ساعدكم فيه. سو انا عن جد فلاحة، يعني انا ماني من الاشخاص اللي كتير يعني طالعة من تجربة، انت تجارب يعني سنين كتير كبيرة طويلة انا ورشدي، فايه يعني لا جاي مش بس من علم، من علم ومن اجتهاد شخصي ومن خبرة. عشان هيك انا قررت اني اتخصص بالعلاقات، لانه حتى انا على صعيد دوتر ابنة كمان خضت تجربة يعني رسائل علاقتنا مع اهلنا. أوكي. واهلنا معنا، ونحنا واخواتنا، نحنا واصدقائنا، كلهم مرقت فيهم كلهم. بما انه عم نحكي عن علاقتنا مع اهلنا وعم نحكي عن التربية وعم نحكي عن الاهل، قديش بيأثر التربية، قديش بتأثر التربية على حياتنا وسلوكنا بهذا المجتمع؟ طبعا لأقول لك شغلة، شايف كل ما هون ما حقول 90%، حقول لك 100% من الاشخاص اللي بيلجأوا لسعدهم لأمسك بإيدهم، هني اشخاص كلهم اللي عندي هلا نتيجة شو الاهل زرعوا فيهم. طيب. نتيجة شو اختبروا، شو شافوا، شو تعلموا من طفولتهم. إذا بدك تقلي طب 1%، حقلك إذا مش من الأهل، من الأساتذة بالمدرسة كفوا ووفوا، يعني ما قصروا أبدا. إذا بدي أقلك مش من المدرسة، حقلك من القرايب، مش من القرايب، من الأصحاب. سو استووا، يعني إجوا مستويين، بس الأساس من الأم والبي، من لما بينزلوا على هالدنيا لحد ما وصلوا لعندي.
وهن وعندي بعد ما نرحموا يعني تخيل بعد غير مرحومين من الأهل مع أنه هن كبار هلأ وهن مجوزين بس وجعهم بعده عم يغلي غلي. فإيه التربية بتأثر، إيه التربية بتدمر، إيه التربية بتبني والتربية بتهد، فهي كل شيء، هي أساس كل شيء. روادك رجال أم نساء؟ هلأ بالبداية كانوا كلهم صبايا، أوكي. بعدين كلهم صبايا ونساء، أوكي. بعدين الرجال شوي، هلأ أكتر الرجال، الرجل كتير عم يوثق أكتر فيه أكتر من ليه الأول. رجل بيمرأ بيوثق بامرأة ما بيعرفها شوي غريبة عنه أكتر من أمه، أكتر من زوجته، أكتر من رفيقته حتى، فشو اللي بيستدعي الرجل يوثق بامرأة غريبة؟ والثقة بدها شعور طبعاً، والرجل مشاعره ضعيفة، عقله أقوى، صح؟ حقل لك ليه؟ لما الرجل بيقتنع إن، وأنا سألت حالي هالسؤال قبل ما أنت تسأله أو قبل، ليه طبعاً يوثقوا فيه؟ طب ما الرجل جسده المشاعر ضعيف، صح. على ما يبدو اللي لاحظته أنا نفس الجملة بيقولوها إنه أنا وثقت فيك، أنا اقتنعت بكلامك، سو أنا قدرت ألمس الروح، لا المنطق أو تعال نقول الاقتناع بشيء صدقني بيجي من الروح. فلأنا أقدر أقنع الرجل، وأنا ما هدفي كان النساء مثل ما بيفكروا كلهم أنه أنا نسوية أمنط، لا، فأنا كان بهمني أنه والنية تعتبي كمدربة علاقات أنه ابني جسر، مش أنه حمي حدا على حدا، حمي المرأة على الرجال وحمي الرجال على المرأة، ما هيدا هدفي. ليه؟ لأنه أنا أول 7 سنين بزواجي بعرف شو يعني الوجع، بعرف شو يعني فايت بشي كتير غريب، بعرف شو يعني 2 ما بيفهموا بعض، بعرف شو يعني تاريخين مختلفين، بعرف شو يعني فرق العمر، بعرف كتير أمور، فقادر أحس بـ2. أوكي، ما بدي يوني يخدوها، لأنه كمان العلاقات نحنا ما جينا لتفشل، صح، وما هو تجوزها ليطلقها ولا هي تجوزت لتطلق وترجع عند أهلها. فكانت نيتي أني فعلاً ألمس قلب المرأة وأنه اقنع الرجل، لأنه الرجل ما المفتاح تاعه أنك تقنعه. والله في عالم كمان ما معه مفاتيح للرجال، بعطي المفتاح والله يا زينة، فأقتنع. يعني مهمة مستحيلة أنت عم تعاملي مع الرجال، فكله عم يقتنع أنه لا، هيدا الإنسان عن جد بدها تعمر. ولأقول لك ليه، ما في رجل بالدنيا أوكي بيتجوز ليخرب بيته، كلهم بيتجوزوا عن جد ليستقروا، عم يبحثوا عن الاستقرار اللي أكيد ما شافوه عند أهلهم. يعني اللي بيتزوج الثاني والثالثة والرابعة بيكون ما حس بالاستقرار بالأولى؟ معنه بيكون بيته جميل، عائلته جميلة، أطفاله متربيين صح، يعني بتكون حياته مستقرة إلى حد ما، أو هيدا الظاهر. بدك تأيمن علي؟ لا. بس إنه وقت بيتزوج الثانية والثالثة والرابعة، عقلية ذكورية أول نقطة، لأنه حتى بالدين المثنى وثلاث ورباع إلى شروط، إلى شروط طبعاً، أوكي. ومش حنعرف بدها تكون الشروط نعرفهم، ما قادرة أجيب أولاد، أو الزوجة اللي بدي زوجها عندها أيتام، في شروط نحنا ما فينا نفوت فيها كلياتها، ولكن هل حيعدل؟ لا. أو إذا مفكر إنه هون ما في استقرار، ومفكر إنه هنيك الاستقرار، هنيك الأمان، وهنيك الحياة الوردية، وهنيك النعيم، هنيك أشياء جديدة، شيء جديد بحياته، المشاعر اللي نقلها من بيته اللي تركه وهده، أو حتى شو أمن حاجيات ليتجوز التاني، المادية، ما هي المرأة اللي بدها، لأنه المرأة في تمكين لإلها قوي، المرأة هلأ ما بقت زمان. شو اللي بيخليه يتزوج التانية؟ هوى النفس بس؟ قدر اللي بيستدعي؟ كان خان؟ لا هو النفس، حقلك شغلي مثل ما قلت لك، هو بيكون مثلا هون ما حاسس بالاستقرار، أوكي، هون ما حاسس بالأمان، هون مفكر إنه، وأصلا بيكون بدي لك شغلي ما مجرب شيء. يعني الرجل لما بده يتجوز وحدة تانية وصايرة، طب أنت جربت تروح عند، مش بس لقيت، بقول له ما تجي لعندي، جربت تشوف حدا تاني، جربت تقول أنت شو بدك بكل الطرق، أو يمكن ما جرب يصارحها لزوجته، أصلا ما جرب يصلح قبل ما يروح لبرا، سو أنت جربت كل، بحط له كل الخيارات، ما بترك له ثغرة، لا، ولا وحدة بيقول إيه، طب ليه؟ شو اللي هونيك هلأ مش هون؟ طب ما هاللي أنت شفته، طب ما عشته هوني معه قبل،
ببهجة البدايات ايه عشتهم. طب انا انت نحن كتلة طاقة، شو المصاري إلى طاقة، افكارنا إلى طاقة، مشاعرنا إلى طاقة، اجسادنا إلى طاقة، الشعور اللي انت طالع فيه من البيت له طاقة، له طاقة، حتنقله حتعيشه هو ذاته هنيك. بقول له انا حاعطيك شهرين حتعيشه هنيك. كيف يرجع الزوج بيشرج الطاقة تبعيته؟ كيف يرجع بيعبي الطاقة تبعيته؟ أوكي. عن طريق زوجته، عن طريق المنزل، عن طريق حياته المهنية كمان. حياة المهنية بتأثر أيضا على العلاقة الزوجية. شوف كل الرجال، مش قصة الحياة المهنية، كل الرجال أولويتهم عملهم، ما فينا نختلف عن هالموضوع، لأنه الرجل بحب ينجز. صح. وبحب النتيجة اللي بترضيه وبترضي عائلته. هلأ هيدي الفترة المشكلة أو الثغرة اللي عم لاقيها عند المرأة إنها عم ترفض إنه يكون أولويته شغله. فهون بعد بساعدها أنه لا، هيدا الأهم أنه تكون أولويته شغله، مش غلط، بس إلى جانب بتناسق مع هيدا الموضوع في عائلتك، في مسؤوليات أخرى مش بس هيدا المسؤولية. فأنه يأثر شغله عليه ممكن يحطها حجة، أكثر الرجال بحطوها حجة، لأنه لا يجرؤ على أنه يقول شو سبب المشكلة. يعني هو بيحور وبيدور عن الجرح ولا بيحط إصبع على الجرح، ما تعلم طبعا يعبر ويقول شو المشكلة. فأنا بساعدهم أنه قولوا شو المشكلة. وطبعا هي استراتيجيه ما تتخيل شو طويله، يعني ممكن تاخذ 3 4 اشهر، لانه من كل الجوانب بدنا نحن نحكي فيها، ان كان الجوانب الفكريه تاريخ اثنيناتهم، جوانب المشاعر، هو شو حامل بالحقيبه تاعيته من طفولته لهلا، هي شو حامله من برمجه اهلها لهيدي العيله. اثنيناتهم حاملين كليك، يعني انت حامل شنطه سفر وانا حامله شنطه سفر وجاي عم كبها بالعلاقه بدون ما نعمل أمباك، بدون ما نعزلها لهيدي الشنطة. فهو كله بيأسره. فهو شو بيعمل؟ لا أنا حامل هاي الشنطة، معربط فيها، معربط فيها لهيدي الشنطة، أنه أنا لا ما بدي فرغها. ليش؟ لأنا أطلع على أوجاعي، على الأحكام، على الكبت، لأنه بتمس برجولته بمجتمع شرقي نحن عايشين فيه وتربينا فيه. هو محكم، هو محكم إذا هو تحت 18. أنت بعد 18 لما بدك تتجوز أنت مسؤول. من شب على شيء شاب عليه. أنا شبيت على أنه ما صريح عن وجعي، انه انا اكون قوي، انا اكون رجل شرقي بالضبط، متعصب على عقيدتي، على زوجتي، على منزلي، على مهنيتي، على اخلاقي. فانا هيدا الشيء ما بيسمح لي انه انا بين ضعفي امام الشخص اللي بيوثق فيني، امام الشخص اللي يمكن مسنود عليه. فهي كمان يعني عم يعيش الرجل صراع بينه وبين ذاته، انه هيدي الزوجه اللي معي بالبيت هي مأمنه فيني، هي معتبرتني سند، سو انا وقت حاضعف قدامها حتضعف فيي، يمكن هي ما تمدني بالطاقه، يمكن هي تنفر مني، تهرب مني. بعدك معتقد اذا بنفتح هيدي الشنطه ضعف؟ هل تعتقد هيك شخصيا انا؟ اعتقد، ولكن كمان الرجال بالمجتمع الشرقي يعتقدون نفس الاعتقاد. ما بتعتقد انه التمسك فيها وعدم مواجهتها ضعف اكبر؟ ليش ضعف؟ لانه انا أضعف من إني أحمل هيدي الأوجاع وجهاً لوجه وإني أعترف فيها، مش هيدا أضعف؟ هل أنا يعني بضلني عم بتخبى وراها كل الوقت؟ أنا بعتبره نوع من أنواع التضحية. تضحية بشو؟ ما أنت عم، نحن لما منضلنا متمسكين فيها نحن عم نضحي بعلاقة بدون ما ننتبه، عم نضحي بعلاقتنا بولادنا بدون ما ننتبه. برأيك هلأ أنا ضد دار المسنين هيدي كلها ياتها ليه؟ مين اللي فيها؟ اللي تمسكوا بهيدي الشنطة وما فتحوها. كلهم، كلهم بلا استثناء، مع انه انا ضده، ضده تماما. انا لا اؤمن انه لازم في دار مسنين تفتح وفي ابناء شيء موجودين، اقل شيء اوكي، بس ممكن ما كانوا يسمعوا، ما انا ما كانوا يسمعوني اهلي، ما كانوا يحضنوا، ما انا هي الحجج اللي بيحطوها، ما انا بي ما حضني، ما بعرف احضن. كيف نحن بنعرف نجيب اولاد وما بنعرف نتعامل مع هاي المؤسسه اللي نحن عم نوسعها؟ بعدني لهلا، هلا انا بستوعب، بس انا بقول ما بستوعب كيف شخص بده شوف نحن النساء، يعني ما عم بفهمك انه عم حاول، يعني انه نحن لما بدنا نتجوز هل قد مستعدين للبيوت ومستعدين للعرس ومستعدين للهانيمون ومستعدين لامور كثير، بس ما مستعدين انه نحن نفتح، ما متمسكين فيها، ما بدي افتحها، انا مستعد لكل شيء الا اني انا افتحها. لا افتحها، المشكله مش انه نحن نكون حاملينها. أنا ما بقول في عيب إذا المرأة أو الرجل حاملها أبداً، العيب إنه ما نعترف فيها وما نفرغها وما نعزلها ونحط، لأنه طول ما أنت ماسكها أنت حتحط اللوم، هي هملت، هي طنشت، هي ما قامت بالمسؤوليات، هي هو ما لاكشني
هو ما بيعبرني، هو أهم شيء، هو أنا متوقعة منه وما عمل هذا كله شو، لأنه الباجج اللي هي حاملتها هي عم تتوقع شيء ما حصلت عليه من أهلها. طب افتحيها للشنطة وعزلي، افتحيها وعزلي بدل مكلومي هو وهو وهو. هذا اللي بقصده. سؤالي عن دار المسنين شوي، خليني أسأل عن هيدا الموضوع، شو سبب أنه ينشأ ولد عاق؟ شو يعني ولد عاق؟ شوف أنا ما بنكر هذا اللي بقلك، هذا من إحدى النقاط تعيت اللي موجودة بالحقيبة الروحية تاعتنا، أنه أنا ما بنكر أنه 90% من الأهل مش بيرفكت، كلنا بنعرف هالشي، وأنا ما بطلب من الأهل يكونوا بيرفكت، بقول لهم كونوا مبسوطين أفضل من أن تكونوا أهل بيرفكت. بس في شيء اسمه قانون السبب والنتيجة بالحياة. قانون السبب والنتيجة بيقول أي نتيجة أنت بتشوفها قدامك بالعلاقات أو حتى بالواقع المادي الملموس له سبب. طيب زرعت بذرة حتحصد، يعني أنت ما معقولة تجي تزرع شجرة تفاح طلع لك أناناس. أنت شو زرعت، شو سقيت، كيف اهتميت بالتربة، كيف اهتميت بجودة المي، الفي، الشمس، حتطلع لك يا ثمار صحية بقول أورجانيك يا ثمار فاسده. ف اللي أنا بدي أقوله أنه كمان ليه ضد أنا المسنين، ما هو ما كل الأهل بيرفكت، حتى لو زرعوا بذرة واهتموا فاسده ممكن يطلع وحتى لو جواتكم موجوعين ومكسورين ومخزولين من المثال الأول اللي أنت أو النموذج الأول والأهم بحياتكم. بس أنا بقول دايماً أنتوا فوق 18 هاي مسؤوليتكم لكل الناس. أول ما بيجوا أنتوا فوق 18 صرتوا شلحوا لي طوب الضحية وعرفوا الأسباب كلياتها اللي خلت أهلكم يربوكم بهيدي الطريقة، يربوا عندكم هاي المعتقدات، تختبروا معهم هذا الاختبار القاسي مرات، ما يأمنوا لكم كل الاحتياجات، يعني خلقوا الأسباب مش المبررات اللي تخليكم تفهموا ليش عم يعملوا هيك؟ ليه عم يعملوا هيك؟ أنا ما عم أقول برروا لهم، بس لما نحن بنعرف الأسباب، أولاً طلعت من طوب الضحية، أهل عملوا وأهل سيبوا، طلعوا من طوب الضحية، وكونوا أنتم مش مسؤولين عنهم. عم أقول بس الرحمة واخفض لهما جناح الذل ولا تنهرهما. طب ما ربنا لما بيقول اخفض لهما جناح الذل لأنه الله أعلم أنه الأهل مش كاملين، طبعاً مش كاملين، ما في حدا كامل أنه الابن يكون عاق لدرجة يزت أهله. هلأ هاي النتيجة، نتيجة شو؟ إذا بدنا نشوف حتى في دراسات كمان مرة قال عنا دكتور مصطفى أبو السعد، هو اختصاص تربية معروف، إنه لما بيتربى الولد على الطاعة مش على القيم، تربية على الطاعة، عمول شو بقلك، صلي قدامي، صوم قدامي، يعني بيتربى على الإجباري، على الإجباري على الطاعة، ما بيتربى على القيم طبيعي. كلهم اللي ما تربوا على القيام يزدوا أهلهم بدار المسنين. فالسبب كله بيرجع الأساس، الأساس والجوهر القيم. يقال أيضا إذا كان الأب عاق الابن عاق، ما شرط، لأنه ممكن الأب يكون بطيع أهله ويكون يعني بيسأل عن أهله دايما الأب عم ويكون مبدأ أهله على أولاده، كثرة الطاعة بتخليه يبدي أهله على أولاده. صح ولا لا؟ فما بتصور إلى علاقة. في ناس بيقولوا انه الولد يعني مثل ما بيعامل اهله ولاده رح يعاملوه، لا ما شرط، يعني منا قاعده عامه، منا فري سايز هيدي القاعده، لانه نحن انا بربي ولادي مش ضروري نفس الشيء مثل ما انا اهلي ربوني، ولا مثل ما انا بعامل اهلي ولادي رح يعاملوني، لانه هلا هالايام تماما الجيل عم بيشوف شيء غير اللي نحن شفناه، فما فينا نقول نفس السايكل رح تتوارث. المعتقدات تتوارث، المفاهيم تتوارث، بس هل عم نحكي بالعشرين 23 الأبناء؟ لا، الأبناء عم بيشوفوا أشياء نحنا ما شفناها. صح، نهائيا عندهم خيارات نحنا ما كانت عنا، تماما مختلف. زينا شو يعني عائلة؟ عمود فقري، والله العمود الفقري العائلة، التكاتف فيها بتحس إنه هني عمود فقري لإلك، هني هيك خلوك هيك مستقيم صلب
من دونهم بينكسر الظهر؟ كأول رد فعل تنكسر كلك، كأول شيء عبل ما تلملم حالك هيك وترجع ترمم حالك كلك بتنكسر. شو يعني أب؟ سند، شيء أنا بستند، قوة، بي قوة، عزوة. طيب قوة وقوة وقوة وبضلني بعيدة وما بوقف. الأب قوة، طالما هو موجود أنا قوية. بالنسبة للبنت الأب شو؟ كل شيء، البي قوة، البي دعم، البي سند، البي أمان، البي فخر. وبالنسبة لزينة بي على سعيد شخصي حنان، حنان، كتلة حنان. الأم يا زينة، الأم، الأم اللي بتضحي، الأم اللي بتربي. الأم، شوف إذا عم تسألني زينة ما قبل 2018 وما بعد 2018 حيكون كلامي مختلف. ليه مختلف؟ قبل 2018 كانت شيء أنت ضامنه، شيء بين إيديك، شيء إنه أنا مدى الحياة رح تضل موجودة، شيء ما بتقدر تعبري، ما بتقدر تقول إنه هي أختي ورفيقتي ونتخانق مع بعض ونتصالح وكل حياتي كانت هي. فإنه ما بتفكر إنه رح أخسرها بيوم من الأيام، ما بتفكر إنه شو توصف الأم، لأنه هي أنت فيها، يعني مثل السمكة بالماء، أنت حتسأل السمكة شو يعني ماء، ما حد تعرف. ما بعد 2018 حتى ضليتني السنة، أنا سنة كاملة اتصرف وكأنه هي راجعة بأي لحظة، اضحك، امزح، روح، اجي، الليالي تكون هيك مثل up down علي، شايفين قدي أثرت علي بوقت اللي أنا عم بتخصص وعم بدي اشتغل وقصص. سو لما بلشت قصة الريليشنشيب كان أهم هدف عندي إنه علاقة البنت وإمها ما تكون صلبة، تكون متينة من هونيك. فالأم لكل بنت عندها أم مثل ما كانت عندي أم، هرم، الحكمة، يعني تقبر قلبي، العكاز، يعني أنا كنت مرت فترة بحياتي أتلوح ما في شيء استند عليه. اكتشفت قدي أنا بشبهها بشكل كتير كبير، كتير كبير مش شوي. شو بدي أقول لك؟ يعني في شيء عن جد عن جد عن جد لأول مرة بدي أقول لك إياه وما حدا بيعرفه، إنه أنا قعدت 3 سنين اتشافى من روحتها، لأنه الشيء يعني حسيت قدي أنا مراية لإلا وقدي هي مرايتي، بس بنفس الوقت بتطلع بتقول طب هل مراية أنا عم شوفها فيي بس هي مش موجودة. حتى طولت لأتقبل أطلع ووقف على ضريحة، كتير طولت لأتقبل لأني قل لهم هيدا الهرم، كيف أنا واقفة فوق وهي تحت؟ هي هرم، هي جبل، هي حملت، هي شالت، هي أسست، هي بنت، هي مهدت، يعني كيف أنا فوق وهي تحت؟ لبعدين بعد التشافي بقول إنه هي جسد بس هي روحها موجودة، هي موجودة روحها ولهلأ موجودة معك. إيه، فأكيد يعني الله يرحم. بدي أشكر الله يرحم روحها يا رب. بدي أشكر الكوتش روزا ماريا كلاس، كان إلها دور كتير كبير بتشافية بهالموضوع، وهذا اللي بدي أقوله للكل، الكوتش اللي عم تشتغل بمهنية عالية بأثيكس، عندها كوتش لتضلها واقفة على إجريا وأقدر حس فيهم. فهيدا هدفي أنا، أنه العيلة ما تتفكك، ما شوف أم وبنتها متخانقين، بي وبنته، بي وابنه، لأنه الأم والبي ما بيتعوضوا، منهم كاملين بس ما بيتعوضوا، ما في شي بعوضهم، ما في شي، ما في شي، ما في شي بعوضهم. الأصحاب بيروحوا بيجوا، الناس اللي بتبصم أنت وبتزرع فيهم حيشكروك ويروحوا، إلا إخواتك وأهلك
وطبعا الاقارب يعني انا مثل خالتي مربيتني مع امي، هول اشخاص ما بيفلوا، هول بيضلهم معك، عائلتك، اولادك، مرتك، جوزك، هول بيضلهم. الخي يا زينه بحس حالي بدنا نضحك لنا شوي. بحس حالي انا هل بتعرف شو، مع انه هني اكبر مني يعني ثلاث سنين اكبر مني بمنيح، بس ما بعرف ليش بحس بعد ما راحت ماما بدي اخذ دوره بالقدر المستطاع بحنيتي بعاطفتي، يعني يقبروني، والكلمة الصغيرة يقبروني، عندي أحلى ثلاث رجال بحب أن يكون أختن الحنونة، أمن الحنونة، عطول بحبك حبيبي عمري. فالإخوة هن شو يعني، هذا الحديث بعد 18، تحت 18 شو كنتوا تعملوا؟ 2018 لا مش 2018، تحت عمر 18. لا انا قصدي 2018 تحت عمر 18 بتخانق. كنت غار منهم. كنت تلبسي تيابون؟ لا بس كنت غار والله، لا لا ابدا، بس كنت غار منهم لانه انا صغيره او هن كانوا لانه كبار فالاقرب لاهلي، يعني انه بيفهموا علي، فانا صغيره الوحيده بس الدلوعه الصغيره دائما. إيه بس غار لانه اوعى من عمري كنت، انه ليه هن يظهروا ليه انا لا، وليه انت عم تقولي لهم اسرارك وانا لا، وكنت غار كثير على ماما اكثر مش بابا. بابا انا حصته. زينه عندك طفلين، سعيد 20 سنة وأحمد 13 سنة. ما شاء الله شباب رجال كمان. شو سر الابن الكبير؟ الابن الأكبر دائما يعني الأم بتحلو بحياته أنه بتحب إخواته قده، بس بتحلو بحياته. لا شو سر الابن الأكبر قريب من أمه قريب من أبوه؟ أنا لا أؤمن، أنا لا أؤمن بهالنظرية، ولكن هي النظرية شائعة. هاي النظرية شائعة بقلك، وبيقولوا في ولد أقرب من ولد للأم. شو السر؟ السر حقلك شو هو. هلأ أنا عندي ما في، انا عندي الاثنين يعني، وبالعكس الصغير بغار من الكبير، والكبير مرات بقول ايه بتدافع عنه اكثر مني وهلا. بس لا لا، هلا هي النظريه موجوده، بس حفسر لك ليه موجوده عند الاخرين والاخرين التانيين لا. اوكي، اللي موجوده عندهم هيدي النظريه لانه طاقيا في ام وبنت او ام وابن او بي وابن، يعني حدا من الاهل مع ابنائهم بيكملوا بعض طاقيا. أوكي. بيفهموا على بعض كيف البازل. في قطعة على قطعة مختلفة طبعا، بس لما بتحطها بتعمل لك الصورة الكبيرة. اكزاكتلي. ففي هيك يعني بيفهموا لغة بعض بالوما. التاني مثلا بتكون، بس هي المشكلة من الأهل مش من الأبناء أكيد، بس أنا لما بعرف كل شخص شو لغة حبه هأحكي بلغة حبه، هأحكي بلغة حبه، سو ما رح يكون في تفرقة. بس إذا مثلا الأب لغة حبه مثلا الخدمات والابن بيعمل له الخدمات، بيتفقوا ذي كليك. هاي هي القصة، بس it's about love language. زينة دايما البنت بتختار الزوج او الشريك على صورة بي، يعني بدي اياه مثل بي، بدي اياه بيشبه ابي، بدي اياه حبيته لو حبيتي لانه بيعمل مثل الاشياء اللي بيعملها بابا، يا الله انت شو بتشبه ابي فبتحبه. شو السبب؟ انت قلت بتحبه. ايه بس هي ما رح تتجوز هاي الطريقة. حقلك شو بيصير، شوف شو بيصير. اللي بيصير انه انا من الاشخاص اللي انا وصغير يقول انا مستحيل اتجوز الا شخص مثل بابا. هو كان يسمع، بس رجدي تماما مختلف عن بابا. two different characters، مختلفين تماما. القصة وما فيها انه البنت اللي بتختار او بتقول انا يعني بتطرف، ليه عم قلك موضوع طاقه، بتطرف انه انا مستحيل اخذ الا حدا متعلم مثل بابا، حنون مثل بابا، بيدلع مثل بابا، بيغنج مثل بابا، هيدا اللي كثير هالقد مركزي هون. فهي جايه من طاقه حاجه انه انا اذا ما لقيت، او ندره انه انا اذا هي اذا ما لقيت مثل بابا يعني ما في رجال. طيب. لا طب ما في حدا مختلف عن بيك ورجل، لكن اخذ البي كمثال اعلى، كمثال كنموذج. فهي كون اكيد ببصم لك حتاخذ حدا مختلف عن بيها، مش شرط يكون عاطل ابدا، رجل حنون بجنن ما احلى في وفاق kind of. اوكي، بس مختلف عن بيها. وفي بنات بياخذوا العكس، يعني مثلا لا هون اذا البي
بيعنف بيأذي من كل الأنواع، ما مأمن له ولا أي نوع من الاحتياجات، فهي بعد التشافي وبعد الوعي رح تعرف إنه لا، أنا ما بدي هيدا النموذج، أنا بدي نموذج آخر، نموذج بيشبهني وبيشبه أنا شو بدي، شو نيتي من الزواج، فبتختار العكس تماما وهكذا. طيب الزوج صاحب الماضي، يعني زوج عنده علاقات متعددة، عنده ماضي طويل شوي، والزوجة منا كتير جيدة، سيئة بالمعاملة، سيئة بكذا، ولكن عندهم أولاد، فهن ما بيطلقوا، بيقولوا لك لأنه في أولاد. قديه هيدا الشيء وقديه دورهم هن كزوج وزوجة بيأثر على نشأة الأولاد وعلى تربيتهم بمجتمعنا؟ هلأ أنت قلت لهم ماضي، اسمحني، لما تجوزوا حطوا هذا الماضي على جنب، غسلوا إجريهم وفاتوا نضاف. ممكن ممكن إذا هني منهم مخلصين الأثر تاع الماضي، حتى لو هني تابوا في أثر لإله، أثر فكري، أثر معنوي، أثر مشاعري، إذا هذا الأثر ما نضفوه رح يأثر. يعني مثلا هأعطيك مثال، إذا الرجل هو ما غير معتقداته ومفاهيمه عن الأنثى، يعني المرأة شو، أنت لما بتقول المرأة كرجل بعد المرأة شو بتقول، إذا ما نظف هيدي الفكرة رح يمنع بنته تكفي علما، رح يمنع بنته يكون عندها أصدقاء، رح يمنع بنته إنه حتى لو بدها تروح رحلة بالمدرسة. فهون بيأثر. ليه؟ هو تاب كواقع، تاب كفكر، بعده مش شغال. اكزاكتلي. فمهم كتير، هو ما قلنا نحن يعني بوقتها كان هالقد وعيهم، طيب انتوا لما تبتوا طب ما غيروا لي الوعي شوي، بعدين غيروا الوعي بعدين جيبوا ابناء. فانا مني ضد شو ما كان الماضي، هالقد كان وعيهم، هالقد كان كل شيء، لا حطون ورا. جوزتوا ما تجيب اولاد، رجاء ما تجيب اولاد قبل ما تكونوا منظفين كل الحقيبة الروحية اللي فيها معتقدات اللي معربطين فيها. معربطين فيها. زينة عم تقولي إنه روادك هن رجال أكثر، أيمتى الرجل ممكن يتخلى عن زوجته؟ شو السبب؟ قليل، شوف قليل عندي ما يعني. دائما بنشهد إنه الزوجة هي اللي تتخلى. إيه الرجل، صدقني الرجل آخر. آخر كرت بيستخدمه الطلاق. صح. المرأة أول كرت بتقيمه من جيبتها طلقني دغري. الرجل بيفكر بكتير غير إذا قالت له فشرت بالعارة طلقيني. الرجل حتى تخيل، يعني حتى في حالة خيانة بيجي بيقول لي شفيني، شيلي لي الصدمة، شوفي شو الوضع عندها لنرجع نصلح. متخيل؟ متخيل؟ حتى بالخيانة، حتى بالخيانة بيفكر بولاده الرجل، وبيقولوا لي انت عم تدافع عن جوزي دغري. لا مش قصة هيك، قصة انا بحتويكي وانا بحضنك وانا بطبطب لك وانا بساعدك وبوقفك على اجريك ولو بقرصهم مرات للنساء، بس الرجل بيفكر بيحسب له ابعاد. فلا الرجل ليوصل لمرحلة انه خلص ما بقى بدي كفي، لما بتهين كرامته. الخيانة إهانة لكرامته أكيد، إهانة لرجولته تماما. بس في مطرح مرات ببعض الكيسز بيقول الرجل وين أنا كنت مسؤول عن هيدا الشيء. الرجل اللي بيسامح على الخيانة شو بيكون؟ رجل. والرجل اللي ما بيسامح على إهانة الكرامة شو بيكون؟ ما عرف كارت الشفاء. أنا بقول بهيك موضوع سامح مرة. مرة. زينا نحن بعصر السوشيال ميديا وعم نشهد كثير هلأ حالات تحرش، حالات تنمر، كثير هيدول الأمور، ولكن السوشيال ميديا ظاهرة لنا. الأطفال، أولاد، الشباب حتى عم يتعرضوا لحالات تحرش وحالات تنمر بالمدرسة، بالجامعة، بالعمل. قديش مسافة الأمان لازم يعطوها الأهل للأطفال، للأولاد، ليصارحوهم بهذا الموضوع؟ طب هو أساساً من الأساس من جوا البيت. أوكي. مهم جداً نحنا مع أولادنا يكون في حدود، لنعلمهم أنه رسم الحدود
بينهم وبين حالهم من البيت ببلش انه لا مش مباح كل شيء قدامنا، مش مباح كل شيء امامنا لانه انا امك او لانه انا بزك او لا. الحدود نحن منعلمهم اياها لاولادنا من جوا البيت. بكيف بدي اقول لك يعني مثلا تعال نقول انه الام او البي ممنوع يفوت على اوضه بنته بلا ما يدق الباب. في خصوصيه، في خصوصيه يعني ممكن البنت عم بتغير ثيابها حتى لو عمرها 6 سنين 7 سنين 8 سنين من هون. سو كل المعتقدات والمفاهيم تترسخ بين 3 و 6 سنين. من هنيك بنبلش نعلمهم كيف يرسموا حدودهم وبنفهمهم انه هيدي الحدود ممنوع منعا باتا تخترق، ومننا منبلش فيها، منعلمهم من جوا البيت. حتى القرايب، حتى انا دائما بقول يا جماعه رجاء، حتى بكل الدراسات مش بس بالقضيه المؤخرا صارت، بكل دراسات قبل كلهم كانوا يقولوا وكلهم بعدهم عم يحكوا انه الاولاد ما بينتركوا مع القرايب لحالهم، لا مع الاخوال ولا الاعمام ولا الجد ولا الست، لحالهم نهائيا نهائيا. هلا بتضل يعني الام كست كثير امن، هي الامان طبعا، بس عم نحكي العيال الاخرى بشكل عام لا ما بينتركوا الابناء لحالهم، لانه 90% من التحرشات هي بتجي من الاقارب. 90% اوكي بتجي من الاقارب. ليه؟ لانه نحن ما ربينا اولادنا على رسم الحدود اللي لقلهم، اللي هن بس هيدي الدائره لقلهم، هيدي الحدود. حتى الام والبي ممنوع تخترق الا بالحالات الحرجه، يعني وضع صحي لا سمح الله، شيء يعني بيضطروا انه بس الام والبي يكونوا حد اولادهم فيها، غير هيك لا ممنوع. طيب الاهل كيف بينتبهوا على ابنهم او بنتهم انه عندهم ميول؟ ميول ميول وضح ميول أكثر. جنسي، ميول جنسي، لانه هناك في بعض الاشخاص 100% بعض الاشخاص بتنشا من هيدي البؤره، بتنشا من هيدا المجتمع، بتنشا من هيدا المكان، وبيكملوا فيها بعد سن الرشد. بعد اللي فيها تنتبه له هي اول شيء، حتى في مدارس ببلاد برا بتعلم هذا الشيء للأسف، وبتحطها منهج ضمن منهج الدراسة انه انت فيك تعبر لرفيقك. فكرت قصدك بيعلموا على انه بيقبلوا هيدي الفكرة، بيقبلوا الميول وبيعلموا الميول حتى كمان، يعني انت فيك تعبر عن شعورك تجاه رفيقك. حتى في اب هلأ علموا ابنه او بنته انه يغيروا جنسهم وعمرهم صغير وقام وعمل فالدور الاهل بهيدا الموضوع كيف ممكن يضبطوا اولادهم، كيف ممكن يوعوا اولادهم انه هيدا الشيء حرام او هيدا الشيء غلط الخ. شوف لما بيكون في تربية، هذه قلت لك إياها تحت الهوى، تربية على القيم مش على الطاعة، مش على الطاعة رح يختلف الموضوع كلياته. الموضوع نحن كل الديانات السماوية، يعني كل الديانات السماوية ربط يعني حطت الأسس والقواعد والقيم. قيم كلها قيم، كل الديانات قيم، بس مين عم يعمل فيها هلأ؟ ما حد عم يعمل فيها. فنحن لما منربي على القيم أكثر من إنه عيب ما لازم أوعى هول الرعب رح يخليه أوكي. أنت هلأ تعال نقول خصوصي بعصر السوشيال ميديا، أنا جيت قلت له أوعى وما بيصير وعيب وما لازم وكذا أوكي، بس إنه لما بيسكر الغرفة رح يعمل كل شيء، لما بيقفل باب الحمام في سوشيال ميديا طبعاً. فنحن ما فينا هول بلنا عن جد نحمي حالنا كعائلة، بدنا نزرع قيم. القيم هي اللي بتبقى انت وبارم وجهك وانت ومسافر انت مأمن، شو النشأة اللي رح ينشأ عليها ابنك. نقطة تانية غير القيم، الثقة والأمان انه الولد يحكي. اعطوه الأمان انه يحكي، انه يعبر، انه يقول شو عم بيصير معه، يقول شو عم يحضر، يقول شو عم بيشوف، شو عم يسمع، شو عم يختبر. فهول كتير مهمين، لأنه حتى لما منربي على القيم سيتعرض ممكن الولد من الطريق من برا من أي محل ممكن يتعرض. طب هل عنده الأمان يحكي شو تعرض له، ولا لأنه على الطاعة ممكن يقول أنا ما بدي أحكي عشان ما انزرب بالبيت عشان ما يحرموني؟ يعني إذا أنت مع دخول الدين بالتربية ومع دخول الحلال والحرام بالتربية، مش أنا مع التربية الدين حتى بالكوتشنج ما بالك، بس إيه بكل شيء بدخل الدين لأنه أساس، هيدا اساس. هيدا ما فينا يعني ما فينا ما نرجع له الدين حتى بالكوتشنج. يعني انا مره في كلاينت قالت لي انه ايش لعندي صارت جلسه الدين، ايه انه شو كانه رحنا على الدين. قلت لها سوري اذا انت متوقعه شيء ثاني ما تجي لعندي،
لا إذا يعني هو تقويم بالنهاية. يعني القرآن الكريم وكل الديانات والكتب السماوية إذا بدنا نجي نتطلع على القرآن الكريم كله كوتشينج، كله وعي ذاتي، كله صحيح. تطوير ذات، كله صح. التزام صح. كله تهذيب للنفس، كله قوة، كله تمكين، كله ثقة، كل شيء انجمع موجود بالقرآن، كل الإعجاز موجود بالقرآن. فهو مش بس إنه كتاب محطوط على الرف من سنة لسنة من مسح غبرة، لا، كل القوانين الكونية محطوطة بالقرآن. سو أنا كل الأشخاص اللي بيكونوا عندي هو المعجزة السماوية، معجزة، بيعرفوا إنه أنا أساس عندي كل شيء بيرجعوا للدين. طيب في حال إجت لعندك بنت وقالت لك أنا ما عم بعرف أختار شريك لألي وما عم بعرف أختار حبيب، شو كيف تتعاملي معها؟ يعني هي ضايعة بدها تختار شريك، ما عم تعرف على أي أساس، أنت بتنصحيها أو بتقدمي لها شوية معلومات إنه وضعي أسس لتختاري هذا الشريك؟ لأنه ما بنصحها أبداً. أوكي، أساس أي كيان عند المرأة قبل ما تختار الشريك الصح إلا أنت كوني الصح، كوني أنت الشخص الصح. أوكي، شو أنا غلط؟ لا أنت ما غلط حبيبتي، ما غلط أبداً، بس كوني أنت الشخص الصح لحتى تجذب الشخص اللي صح. بيتوافق مع هيدي المعايير اللي أنت بدك إياها. نحن ما فينا نكون مثلاً بدنا شخص مثلاً معه مصاري وشخص متعلم وشخص حنون وأنا تماماً شخصيتي مختلفة. هاي أول نقطة. نقطة تانية، عرفي شو بدك. ما أنت قبل ما تقولي الشخص الصح ثلاثة أرباعهم بسألها أنت شو بدك، مين هو برأيك الشخص الصح، أنت شو بيهمك بالعلاقة، أنت ليش فاتي أصلاً على العلاقة، شو نيتك من العلاقة، شو أهم شيء بالنسبة لإلك بالعلاقة. أوكي. اللي بيوجع لي قلبي إنه ولا وحدة عارفة كتير بيوجع. سبب الأهل، لأنه عزلوا الاتصال بينه وبين حاله. هني كانوا يقرروا عنا، هني يختاروا عنا، هني يعني وكأنه هي ريموت، تعرف لعبة الجي تي اي، هني عم بيحركوها مثل ما بدهم، بغيروا لتيابة مثل ما بدهم، يلا نامي هلأ مثل ما بدهم، ريموت بإيدهم. طب هي كيف رح تعرف تختار؟ كيف رأي؟ وين ما عندها الحرية التعبير وحرية الاختيار، مش ما عندها بلوكيت عزلولة بينه وبين حال. فأنا أهم شيء بعد بشيء البلوكيت، ولكن مش منعذرون شوي إنه هيدا نوع من أنواع الحفاظ على الفتاة أو على الطفلة أو على بنتهم، يعني نوع الحب إذا بدنا نقول، ولكن بطريقة ضارة. هو بكل أفعال الأهل، حتى ضارة. الأهل اللي بيعنفوا أولادهم لما بتجي بتسألهم أنا بحبه، شو هالمبرر؟ يعني عنفتيها للبنت وانت يعني عم تدعي عليها بالمرض لانك بتحبيها. يعني انا في بنات عندي بتجي امها بتقلها الله يبعث لك مرض السرطان، يا ريتني ما جبتك، انت مين بده ياخدك، انت عارف هولي شو عم يعملوا فيهم، انت عارف انه هول البنات رح يطلعوا مع الوقت، يعني عم بيحاولوا بكل الطرق يعيشوا بدل ما يفكروا بشريك حياه، عم بيفتشوا بس كيف بدهم ينجزوا، بس لا يسمعوا كلمة إنه أنا أهلي قبلنيني، أنا أهلي I'm okay بالنسبة لإلهم، بس عم بيعيشوا هالبنات ليحسوا أنا okay. فلا ما بتزبط إنه نقول okay، أنا بقول قيموا المسؤولية بس ما نبرر. لما نحنا بنعرف الأسباب اللي أدت لهالشي، هذا ما بيعطيهم مبرر أبداً لكل شيء سببوه لأولادهم. أنا بس عم قلكن الأسباب، أنا ما عم برر لكم للأهل ولا في شيء بيبرر. أنت منك أهل ما تجيب أولاد، ما مستعدي ما تجيب أولاد. في كتب، في فيديوهات يوتيوب إذا ما معكم وصل، في مستشارين، عملوا الكل اللي لازم، ضيعوا وقتكم فيه بس ما تجيبوا أولاد، بس بعدين جيبوا أولاد، لأنه منا موضوع سهل. موضوع العلاقات والأهل والأبناء منا لعبة، منا فاست فود، لا، موضوع يعني هيدا حنحاسب عليه نحن طبعاً. أنا لما أوقف بكرة يوم الأيام حأتحاسب أنا على كل شغلة سببتها لأولادي، حتى بقولوا أنا ما بيرفكت، أوعى تفكروني بيرفكت أبدا، بس أنا مبسوطة، أنا كأم أسعد أم بالدنيا، أنا أولادي مبسوطين. فهيدا أهم شيء عن أن يكون أنا بيرفكت أو أولادي بيرفكت، أنا ما بديهم يكونوا بيرفكت. زينا هيدا طرف. الطرف الآخر عنا مثل سينجل مام، يعني المطلقة أو الأرملة أو العايشة حياة من دون زوج وعندها أولاد ومن مسؤوليتها، قدي بيوع عليها عاتق نشأتهم، تربيتهم بشكل صحيح، إنها تاخد دور الأب والأم، هدول الأمور كلهم هل تستطيع المرأة أنه تتحملهم أم الرجل بيقدر يتحملهم أكثر؟
أنا أؤمن إنه نحن ما بننحط تحت اختبار نحن ما قده، إن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. مستحيل مستحيل بقولن، حتى لو حسيتيها صعبة، حتى لو حسيتيها بتوجع، لما بتمرق وبتوصلي لمطرح وبيكبروا الولاد وبيتخرجوا وبيتأنجزوا وبيوصلوا، حتقولي أنا كيف عملتها؟ أنا عملتها، I did it. ما في إنسان على وجه الأرض، إن كنت بي، إن كنت أم، ما في اختبار، حتى دروب كويز الكون اللي الله سخره لقلنا ما ممكن ينحط لنا اختبار نحن ما قده. الفرق بس إنه نحن منفكر إنه نحن ما قده لأنه ما اختبرنا قدراتنا، فإجا هذا الاختبار لنشوف قدراتنا كأمهات، كنساء، كرجل. شو بتوجهي لرسالة للمرأة اللي عندها أولاد بس ما عندها رجل؟ أوعك تكون البي، كوني أم لقلهم، بس أوعك تاخدي دورين. أوعك، أول سبب لأنه مش دورك تكوني بيهم، مش مسؤوليتك تكوني بيهم. شو دورك كأم؟ أمي فيه فقط فقط، لأنه بهيدي الطريقة عم تسمحي لهم إنه يختبروا حالهم وكيانهم وشخصيتهم وأفكارهم بوجود أم، وإتس أوكي إنه يكون في فقط أم. سيدنا عيسى عليه السلام، صح، أم وسطنا مريم، ما كان في أب، صح ولا لا؟ صح. فهيدا مثال، أم أخت، كان عنده الأخت كمان. أوكي، سو هيدا أكبر مثال إنه إيه فيك تكوني الأم، بس بليز ما تاخدي لي دور الأم والبي أبداً. منه بتعلميهم هن يتعاملوا مع المرأة إنه هي تاخد دورها فقط ومسؤوليتها فقط. أوكي. ما يتجوزوا أم يعني يخلوها تتصرف مثل ما أمهم صارت، تكوني أنت الأم والبي وهن يقعدوا حاطين إجر على إجر. لا، هي فقط مرته، هي فقط أم، قوم بدورك أنت. رائع الكلام زينة معك، يعني حديث ممتع، ولكن بدي اتطرق لسؤال على الهامش وسؤال شوي شخصي إذا بدنا نعتبره. من ضمن سياق الحديث قلتي أنا قطعت بتجارب، قلتي إنه أنا عشت 7 سنين محاربة جلودة على نفسي وصرت هيك. شو هال7 سنين؟ اختصري لنا إياهن بشكل عام، كثير عبالنا نعرف إنه شو عملوا فيك هال7 سنين وشو التجارب اللي خطيها. بنت عمرها 18 سنة، كرمال هيك أنا ضد إنه البنت ترتبط قبل عمر 26. ارتبطت، أوكي، خطبت وكتبت كتابة بعمر 18. طبعاً دايماً بقول لهم الإحساس اللي الأم بتقول وعملوا فيه، مع إنه أكيد ما بندم، عندي أحلى عائلة، بس أمي كانت قلي بكير، الله يرحم روحها، ماما بكير، ماما بكير، هلأ بهيدا الوقت. وماما يعني الله يرحمها كان عندها رجدي ابنها الرابع، يعني بتموت عليه وروحها فيه، فهي بتحبه وأنا بنتها، بس بتقلي ماما بكير، كتير بكير، هلأ بهالوقت أنتوا ما لبعض. لا وكيف وش عم تحكي؟ فكانوا 7 سنين، هو أكبر مني ب 11 سنة. أنا شو عمري 18، ماشي يعني لا في إدراك ولا وعي ولا ولا، غير هالجيل هلا، وغير مستعد نهائيا. تاريخين مختلفين، عائلتين مختلفين، عقلين مختلفين تماما. فاللي هون رحت عليه ما لقيته هون، ولم نتفق. 7 سنين كان يعني، وبرضو أنا جبت ابني سعيد ولد، فأنا أوكي. كنت ولد عم تربي ولد، وهو كان غير مستعد كمان، يعني أنا وهي شو ولد بين إيدينا، ودغري أنا تجوزت ودغري جبت ولد، وسرعة أنا سرعة، يعني إنه اثنيناتنا مش مستعدين. فنحنا جبنا ولد، وبالخطبة حتى ما استعدينا. أوكي. فعدم استعدادنا خلينا نخوض الكثير من المشاكل، خلينا كل واحد يحط اللوم على الثاني، خلينا كل واحد ما يتحمل مسؤولية الخيار اللي اختاره. وبرضو بهاي 7 سنين ما حدا تعلم منه، يعني ما حدا قال انه طب يا جماعة بدنا نعرف كيف نقوم بهالعيلة. نحنا صارنا 7 سنين، الولد صار عمره 5 سنين، لأنه في سنتين قبل كتب كتب، ما بيصير. فكانوا صعبين يعني، والأهل كانوا involved بالموضوع، مندمجين بهيدا الصراعات اللي بيننا. ف
فانه مين بدنا نحن نربي معكم سعيد ولا انتم ولا مين ولا بدنا نربي الاولاد ولا بدنا نربي الاهل؟ فكانوا بس شوف بدي اقول لك شيء، ما فكرتي بالطلاق خلال السبع سنين؟ اكيد فكرتي بالانفصال. اكيد اكيد. مين كان عم يرفض فكره الانفصال؟ رشدي، رشدي وماما، لانه ماما كان دائما تؤمن. اكيد يعني كل الازواج كلهم رشدي من نوع التعلق فيكي، والماما من نوع انه ما بده يخترب بيتك. رشدي من اول، لا لا رشدي من، شوف رشدي من اول ما ارتبطنا بيعتبرني، بيقول لي انت يعني ربيتي بين ايدي، انت مثل بنتي، يعني انه انت يعني مرته، ام ولاده وشريكته ورفيقته وطفلته. فيقول لي لا، بخاف علي كثير، يقول لي كيف ما بنصلح، انه كيف بنصلح يعني، طب قلي كيف خلص منصلح. فولد كتير، كنت ولد كتير، كنت اتأثر بأي شيء، كنت حساسة كتير، وكنت غير مسؤولة، كنت غير مسؤولة. ماما كانت تقلي لا، مش جبت شافت فيي وتقلي ما منجني على سعيد، انت حتعمري البيت، حيتعمر، ورشدي آدمي. دايما كانت تقول ماما، يا ماما رشدي آدمي، رشدي حنون، بس انت وياه بدكن شو ما بدكن. زي ما صرتي مسؤوله عن عائله، صرتي مسؤوله عن اشخاص، عن عائلات. هلا حاليا انت مسؤوله، بدي منك رساله لفتاه بدها تختار شاب بس ما عم تعرف كيف تختاره، باسس بمبادئ معينه، شو بتقولي لها لهيدي الفتاه اللي هلا هي اللي عم تحضرك، عمرها يمكن 18 19 سنه، بدها حبيب بس ما عم تلاقي حبيب يمكن مناسب، فأنت كيف ممكن هيك تعطيها شوية ضوء للطريق تبعها؟ بدها حبيب ولا بدها شريك؟ شريك. هو الحبيب بيصير شريك؟ أبداً. ما بيصير شريك؟ لا ما هلأ، ما تفكري هلأ بيصير. لا لا عمول أبداً ما تحبي هلأ. هلأ دايماً بقولها، بس هي ما في يعني عمرها كله مشاعر، بدها تختبرهم. بس بقولها بليز ما ترتبطي قبل ما تخلصي كل الأشياء اللي أنت بدك تكمليها، يعني كان بدك تكفي علم بالجامعة كفي، إن كان بدك تخلصي مدرسة وتعملي بزنس عملي بزنس، أنجزي، تمكني، استعدي. نحن كل خمس سنين شخصيتنا بتتغير، أنت متخيل رشدي كل خمس سنين عم يشوف شريكة جديدة، المرأة كل خمس سنين كل خمس سنين بتتغير المرأة. فإذا أنت اخترتي بهيدا الوقت، بدي أقول لك شغلة، إنه أنا ماما كان دايماً تقلي أنت مستحيل أصلاً كان حداً يفهم عقلك إلا رشدي، يعني أنت ما كنت حضيني مع حدا إلا مع رشدي. ممتاز ممتاز. إذا أنت خمس سنين تغيرتي، أنت حتقولي شو هالورطة اللي أنا تورطتها، أنا مين قال إنه أنا بدي أتجوز هلأ وأنت علقتي فيكي خمس سنين؟ فلا، ركزي على حالك، مكري لحالك، اشتغلي على أهدافك، أهدافك أنت كيانك، تعرفي فعلاً أنت شو بدك لتخلصي من كل الاختبارات اللي مرقتي فيهم أصلاً. لأنه أنا ما بدي إياها للبنت تروح تفتش على رجل بابا، أنا ما بديك تفتشي على بابا لأنه بابا ما عطيك الحنان، أنا ما بديك تفتشي على بابا معه مصاري لأنه بابا ما قدر يعلمك، أنا ما بدي إياك أنت تفتش على ماما لأنه الماما ما حضنتك، ما سمحت لك انت، ما طبطبت لك، ما عطتك هذه طاقه الانوثه. انا ما بديك لا انت تفتش على ماما ولا هي على بابا، انا ما بدي تفتش البنت على تسديد احتياجات خزان المشاعر، انت عبي لي كل روحك بعدين شوفي اوكي انا بيناسبني هيدي المعايير وهيدي القيم. وانا عارفه شو بدي من العلاقه، مش من الرجل موجود رح يجي لحاله، يعني ما بتبرم على نصه، ما في شيء اسمه نص. I'm whole. شكرا زينة كتير. يعطيك ألف عافية. Thank you على هيدا الساعة الممتعة، على هيدا الوقت الرائع، عن جد كمية معلومات هائلة موجودة. نتقابل إن الله راد بعد خمس سنين. إن الله راد.